استاذ بهاء، اسمح لي ان نستمع الى صوت من لندن هذه المره، حيث هذه الزياره الكاتب الصحفي الاستاذ محمد ابو العنين ينضم الينا عبر الهاتف. استاذ محمد، في بريطانيا ينظرون الى هذه الزياره نظره المرتاب في امره، يتشككون في طبيعه هذه الزياره ونيه الرئيس الامريكي في ضوء ما تتحول اليه لندن في ضوء خطتها للخروج من الاتحاد الاوروبي، ولا هذه النظره ربما تكون نظره مطمئن لان هناك شراكات على المستوى التجاري حتى بين لندن وواشنطن اتيه؟ خليني اقول لك انه القصه بشكل عام فيها يعني نظرتين. النظره الاولانيه متعلقه بانه فعلا العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه هي علاقه استراتيجيه وعلاقه طويله المدى وعلاقه لها ابعاد ثقافيه وتاريخيه ولغويه وغير ذلك. ولكن على الجانب الاخر ايضا هناك من يقول بان الاهميه الاستراتيجيه للعلاقه عبر الاطلسي وخاصة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص ربما تتعرض لاهتزازات عنيفة نتيجة السياسة الارتجالية التي يتبعها السيد دونالد ترامب، والتي تبنى في الأساس على مصالح قصيرة غير استراتيجية، مكاسب محدودة من الناحية الاقتصادية ربما رجال الأعمال أو بعض أصحاب المال والنفوذ، ولكن في النهاية المصالح الاستراتيجية طويلة المدى. أعتقد أنه كل من الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وما يطلق عليه الكونجرس ووزارة الخارجية والخبراء كل هذا يدركون بشكل مهم أن العلاقة مع بريطانيا هي علاقة. لكن أستاذ محمد، كل هذه المؤسسات العريقة والتقليدية في الولايات المتحدة لم تفعل شيئا حيال السياسة التي تقول إنها سياسة مرتجلة لدونالد ترامب، لم تفعل شيئا حيال خروجه وتحلله من اتفاق 5+1 مع إيران، لم تفعل شيء حيال تسميمه للعلاقات مع كوبا بعدما جرت صياغتها على نحو مثالي ربما في عهد أوباما، لم تفعل هذه المؤسسات شيئا أيضا حيال علاقته بالمكسيك، لم تفعل شيئا حيال السياسة الحمائية التي يفرضها وأغضبت كل الشركاء التجاريين والاقتصاديين للولايات المتحدة. من ذا الذي إذن يمكن أن يعول على هذه المؤسسات من بعد ذلك؟ أحييك على ذكاء هذا السؤال، هذا السؤال في غاية الأهمية، ولكن الإجابة عليه أيضا تقتضي ضرورة المعرفة والاطلاع على بنية المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي يلعب دور رئيسي في صياغة ما يمكن أن نسميه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو نظام في النهاية نظام رئاسي يقوم على سلطة تنفيذية. ولكن في النهاية أيضا هناك جانب مهم في الولايات المتحدة الأمريكية، طالما أن السياسات التي يتبعها الرئيس تحقق مكاسب حتى ولو كانت على المستوى الاقتصادي، هناك تعديل للأسواق، هناك الأسواق الأسهم في حالة انتعاش، هناك زيادة أو استرضاء للطبقات الغنية في المجتمع الأمريكي نتيجة تخفيضات ضريبية كبيرة، هناك استرضاء للديمقراطيين عن طريق الاستجابة للطلبات الاجتماعية التي يطالب بها الديمقراطيين عن طريق نانسي بلوسي، إذن هناك حالة من حالات التوازن حتى هذه اللحظة. خليني أقول لك إن هذا الأمر ليس مستقر للمدى الطويل، توازن حتى هذه اللحظة في تحقيق المكاسب لكل الأطراف، فلماذا تغضب الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كانت تحقق حتى ولو كانت مكاسب جزئية ومحدودة ولكنها في النهاية تتململ من هذه السياسات؟ انظر إلى يوم الأربعاء، هناك بيان خرج من الكونجرس الأمريكي يتحدث عن أن التصريحات التي يأتي بها السيد دونالد ترامب فيما يتعلق بالشراكة مع ألمانيا والحلف الاستراتيجي ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا تمثل الكونجرس الأمريكي ولا تمثل السياسات الأمريكية. هذا بيان خرج وقع عليه عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، هذا معناه أن هناك حالة من حالات التململ من السياسات التي يتبعها دونالد ترامب، وربما يكون تحلحل هذا الوضع متعلق بالانتخابات التجديد النصف المقبلة في شهر نوفمبر من هذا العام. أستاذ محمد، أنا أتمنى أن تبقى معي، سيشترك معنا في الحوار كما كان ضيفنا في الاستوديو الأستاذ بهاء محمود. أستاذ بهاء، حديث الأستاذ محمد أبو العين قبل لحظات يتحدث عن سياسة أقرب إلى السياسة الارتجالية من قبل الرئيس الأمريكي رغم أنه يمضي بها بعيدا، هل يمكن لبريطانيا مثلا أن تحاول أن تناور بهذه الورقة تجمد من علاقاتها مثلا مع الولايات المتحدة، ليس تجميدا سلبيا لكن على الأقل محاولة التماهي مع دونالد ترامب إلى حين الوصول إلى قيادة جديدة في الولايات المتحدة، هذا وارد في السياسة؟ القيادة الجديدة لن تأتي إلا بعد 4 سنين من 2016، يعني نتحدث عن 2020. نعم. في بريطانيا الانتخابات 2019 أو بمعنى أصح تغيير، يجب أن يتغير الهيكل السياسي في بريطانيا ما بعد مارس 2019، لدرجة أنه بريطانيا نفسها
تم اتفاق ضمني الى حد ما لا يجب زعزعه الحكومه البريطانيه حتى لا تتزعزع بريكست، ثم ومن ثم بقاء هذه الحكومه بشكلها الحالي حتى تنتهي من بريكست، ومن ثم بريطانيا ليس لديها ملفات كثيره للعمل خارجها سوى بريكست. مساله تجميد العلاقات صعب على بريطانيا الان، هي فقط ترسم اطر لما بعد 2019، فقط تحاول كسب ارض جديده، تحاول جس نبض، مفاوضات فقط، لكن الرئاسه هنا او هنا لن تفعل ملفات كامله تفعلها الا بعد 2020، الطرفين يعني امريكا او بريطانيا. لكن ما معنى ذلك؟ انه من السهل على الطرفين انه لو تم التوافق على صفقات تجاريه او علاقه اقتصاديه يتفعلها من الان. لكن من يضمن ترامب؟ لا احد. طيب استاذ محمد ابو العنين، هل تخشى تريزا ماي او يخشى البريطانيون مثلا ان تتعرض بريطانيا، لن اقول للابتزاز كما يقول البعض، لكن للمقايضه، اما البقاء وفق قرار البريطانيين بالخروج الكامل من الاتحاد الاوروبي والتحلل من كل التزامات كانت مرتبطه بها بريطانيا مع الاتحاد، في مقابل ان تحظى بريطانيا بعلاقات مثاليه مع الولايات المتحده سواء كان على المستوى العسكري او على المستوى الاقتصادي؟ هل هناك خشيه من تعرض الحكومه البريطانيه لامر كهذا؟ يعني قلت لك ان هناك رؤيتين، رؤيه متعلقه بانه العلاقات التاريخيه لا تهتز يمكن بالمسائل الشخصيه، بمعنى اخر اذا وجد عدم وجود كيمياء مثلا ما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطانيه نتيجه ان السيد ترامب يتخذ سياسات معاديه او سياسات ربما توصف في بريطانيا بانها معاديه للمسلمين وللاجانب ولما الى ذلك وعنصريه والى هذا الامر. لكن هناك رؤية أخرى تقول أن هذه العلاقات علاقات وثيقة، علاقات طويلة في المدى، لا تتأثر بمثل هذه التجاذبات الشخصية. انظر إلى حجم العمالة الموجودة في بريطانيا من الولايات المتحدة الأمريكية والعكس، العمالة البريطانية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. انظر إلى حجم التبادل التجاري، انظر إلى حجم العلاقات اليومية، أنا أقصد حجم حركة الطيران، كل هذا الأمر يومي أنا أتحدث، حجم اقتصادي. وبالتالي حديث السيد دونالد ترامب في تقديري أنا لن يصل إلى حد ما يمكن أن نسميه القطيعة أو إلى التأثير على العلاقات البريطانية أو محاولة مقايضة بريطانيا. لا تنسى أن أعطيك مثالا واحدا، عندما خرج السيد دونالد ترامب بخطاب ربما يعتبر غير يعني لم يصل إلى درجة أظهار الخلاف الرئيسي مع الروس عندما تم في قضية سكريبال، في اليوم التالي أصدر الكونغرس الأمريكي بيانا أيضا أكد فيه على أنه في حالة ما لم يتخذ موقف جاد تجاه روسيا سيعد هذا الأمر خروجا عن الأعراف الدبلوماسية التي اتخذت في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة. ليس معنى هذا الأمر أن بريطانيا ليست معرضة للابتزاز، ولكن لدى بريطانيا أيضا روابط سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية مع عدد من دول أيضا التي توصف بأنها دول المحيط الإنجليزي. دول المحيط الإنجليزي تشمل أستراليا، كندا، نيوزيلندا، كل هذه الدول هي أماكن يمكن لبريطانيا أن تستفيد منها، ولكن الأجواء السياسية في بريطانيا أجواء ديمقراطية في نهاية المطاف، لا يوجد ثنائية في الأبيض والأسود، الصح والخطأ، يوجد عملية ديمقراطية متكاملة تتصارع فيها الأطراف السياسية للوصول إلى توافقات تحقق مصالح الجميع. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أبو العنين الكاتب والمحلل السياسي منضما إلينا عبر الهاتف من لندن، كما أشكر في الاستوديو الأستاذ بهاء محمود الباحث مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك.